بدانا بالستراكشر باترن، اشتغلنا اول حاجه فيه من هو الادابتر واتكلمنا عنه. انتوا بتقولوا بيطلع ايكو، اتكلمنا المره اللي فاتت على الادابتر، فالنهارده هنتكلم على نوع تاني اسمه بروكسي. وزي ما قلنا في شرح المره اللي فاتت، البروكسي ده زي هولدر كده، الكلاينت بيطلب منه حاجه معينه هو اللي بينفذها، على عبارة الاوبجكت او الحاجه اللي اليوزر عايزها مش متاحه لليوزر، او الكلاينت ما يقدرش ياكسس عليها بسرعه او على طول. ممكن تكون في سيستم سبيس تاني، سيرفر تاني مثلا، او في مكان بعيد، اليور ال بتاعه مش معايا ككلاينت، البروكسي بس هو اللي عارفه. ممكن الاوبجكت ده يكون بروتكتد، بمعنى ليه باسورد معين وبرده مش المفروض انا كلاينت اعرفه، فالبروكسي بينفذه. او يكون الاوبجكت ده مثلا الكريشن بتاعه اكسبنسيف قوي او كبير، ما يقدرش الكلاينت يحطه عنده في الميموري، فبالتالي هو البروكسي هو المسؤول ياكسس الاوبجكت ده ويدي لي الفانكشن او الاوبريشن اللي انا كيوزر عايزاه واتعامل معاه. فبالتالي السولوشن عندي للبروكسي باتن ان هو بيبقى في اوبجكت جديد اسمه بروكسي، هو اللي بياكسس البروتكتد اوبشن داون او اللي انا عايز اتعامل معاه ككلاينت، ويبقى فيه بيكيب تراك للستاتوس او اي لوكيشن لهذا الاوبجكت. خلي بالك ان اي زام بتا بنتكلم ليه بيبقى ليه اكتر من ديفينيشن، ولازم تعرف الديفينيشن كلها، هي ليها نفس المعنى بس ساعات الوردنج نفسه او الكلام نفسه بيختلف من ديفينيشن لديفينيشن، فالمفروض ناخد منه. بيبقى دايما اكتر بيبقى مثلا زي ما قلت لك انا، البروكسي هو جاست انترفيس لاي حاجه لنتورك مثلا بيني سيرفر موجود بعيد عني متوصل بيا بنتورك، فهو بيكونكت للسيرفر ده وبيتعامل معاه، او اوبجكت كبير قوي وبالتالي ما اقدرش احطه في الميموري، او هو فايل كبير ما اقدرش احطه في الميموري، فبياخد منه الفانكشن او الريسورس اللي انا عايزاها بس في وقت محدد، وبعد كده يقدر يشوف حاجه ثانيه بيتعامل معاها. بعض الحين بنسميه رابر، وكلمه رابر دي قلناها قبل كده، يعني قلنا في الادابتر هو رابر بس الانترفيس بتاعه مختلف عن الانترفيس، يعني الكلاينت بيطلب انترفيس والاكشوال سيستم بانترفيس تاني، والادابتر مجرد بيماتش الانترفيس الجديد بالانترفيس القديم. هنا البروكسي لا، الاثنين ليهم نفس الانترفيس بس بنسميها رابر. ليه؟ لان هو زي ما بيقول لك بيحمي الكلاينت من الاوبجكت والتعامل معاه. زي ما قلنا الاوبجكت ممكن يكون في مكان تاني لبروتكتد لاي سبب من الاسباب، فهو اللي بيقدر بياكسس هذا الاوبجكت وبيخليش الكلاينت عنده مشكله او مش المفروض يدخل في التفاصيل ازاي يوصل للاوبجكت ده ويتعامل معاه. فبالتالي لازم البروكسي ده يكون فيه اكسترنال فانكشن عشان يتعامل مع الحاجات دي، يعني مثلا لو هي في مكان بعيد يبقى لازم يبقى في عنده فانكشن يعرف اليو ار ال، يقدر يسيرش في النت وباليو ار ال يعرف المكان اللي هو عايزه. لو هي بروتكتيف يبقى لازم يعرف الباسورد. لو هي لارج مثلا سيستم، هل عنده ميموري كفايه او ان هو بياكسس الاوبجكت دوت فانكشن معينه بس اللي بياخدها وبيتعامل معاها. انا بس عايز اشوف الكلاس ديجرام، هو ده الكلاس ديجرام المهم عندي. ادي كلاين بيطلب من انترفيس كلاس اللي هو اسمه سبجكت، بيطلب ريكوست معين عايزه، الريكوست ده مين عايزه كفانكشن من الريال اوبجكت، بس هو السبجكت مش بيتعامل معاه مباشره، بالرغم ان عندي هنا في كلاس ديجرام معمول ان هو بينهرت منه، لا هو مش بياكسس ليه مباشره. الحقيقه البروكسي هو المسؤول، بياخد الريكوست من السبجكت ويروح للريال اوبجكت وبيتعامل معاه وبينفذه. يبقى هو هنا جاست ريكوست دون جاست بيروح للريال اوبجكت وبينفذ الاوبريشن اللي موجوده عندي وبيتعامل معاه. فالسبجكت ده هو جاست انترفيس كلاس اللي فيه الاوبريشن بتاعتي، والبروكسي هو اللي فيه كل الفانكشن اللي بيتعامل معاه، والريال اوبجكت بقى اللي هي الحاجه الحقيقيه اللي انا عايزاها وعايز اتعامل معاها. لو انا عايز اعملها كاوبجكت دايجرام عشان بس توضح الفكره، اهي ادي الكلاينت از اوبجكت بيكول السبجكت، فبيكريت اوبجكت للسبجكت، بيكول عايز ريال سبجكت بس مش هو بياكسس ريال سبجكت، اللي قال البروكسي هو اللي بياكسس ريال سبجكت اللي بيتعامل معاه. فالكلاينت بيطلب السبجكت والسبجكت بيقول بالبروكسي روح اعمل اكسس للريال اوبجكت وتعامل معاه. دي طبعا البارتيسيبيشن اللي انا قلتها دلوقتي. احنا طبعا احنا قلنا ان البروكسي محتاج اكسترنال فانكشن على حسب نوعه، في انواع كتيره قوي من البروكسي. طب نشوف المثال ده قبل ما نقول انواعه.
مثلا الاوبجكت ممكن يكون ايمج لايبرري في ايمج فيها مجموعه كبيره من الايمج واقدر اتعامل معاها اخد ايمج ارسمها اعملها اكستند اكبرها اصغرها اعملها لودنج او اخزنها في مكان تاني في فانكشن كتير قوي بتتعامل مع الايمج وانواع كتير من الايمج ممكن الايمج ده تكون موجوده في سيرفر تاني مثلا او هي كاوبجكت كبيره قوي فيها فانكشن كتيره وانا مش عايزه كل الفانكشن انا ازاي بس عايز اعمل درو بس فالكلاينت بالنسبه لي هو دوكمنت اديتور زي ما طبعا اتفقنا مش كلاينت معناه بني ادم ده سيستم تاني انا دون اديتور والاديتور دون عايز يجيب اوبجكت معينه ويرسمها جوه الدوكمنت بتاعه فبيطلب من الجرافيك اللي هو ده السبجكت بيطلب منه اعمل درو طبعا كل دي الفانكشن المتاحه نفسها هي موجوده في ريال اوبجكت الدرو وجيت اكستند وستور ولود البروكسي بقى هنا عندي ايه بينفذ نفس الفانكشن دي من عريال اوبجكت والتنفيذ بيبقى بسيط جدا بيتشيك الاول مثلا درو هل الاوبجكت ده موجود الايمج اللي هو طالبه مثلا عايز يرسم سيركل هل السيركل ده موجوده موجوده يبقى بينادي الاوبجكت في الايمج بالسيركل ويقول له نفذ الفانكشن درو ويبعتها للاديتور انه بيرسم الفانكشن درو اللي هي هو عايزها بيتعامل معاها طبعا ممكن ينفذ كل الفانكشن او ينفذ واحده او اثنين على حسب الايه الكلاينت عايز ايه وعايز يتعامل معاه ايه تمام طبعا ممكن يكون الايمج هو بروتكتد مش اي حد يستخدمه يعني موجود عندي مثلا او موجود على سيرفر تاني بس لازم يبقى في بروتوكول تعاون بيني وبينه بيبقى لازم اديله انا الباسورد عشان يديني الاوبريشن اللي هو عايزها او عايز يتعامل معاه ايه بقى انواع البروكسي دول ثلاث انواع مشهورين جدا في انواع تانية بس دول اكتر ثلاثه مشهورين الفيجوال بروكسي ده زي ما بيسميه ساعات ليزي كرييشنز اللي هو بيبقى عباره عن ايه ان الاوبجكت بالنسبه لي فيري اكسبنسيف فانا كاني بكريت اوبجكت دوت لكن احنا مش بكريت بجيب نسخه منه وبخليها عندي في الكاش ميموري او بكول بس الفانكشن اللي انا عايز اتعامل معاه ممكن زي ما شفنا في المثال مثلا ايمج لايبرري فيها فانكشن كتيره قوي وانا مش عايز اخد كل الفانكشن دي ككلاينت فانا ايه لازم اخدها واجيبها عندي واحمل الميموري بسايز كبير وانا مش عايزه كل الحاجات دي فالبروكسي بس بيجيب لي الفانكشن اللي انا عايزاها وبتعامل معاها مش كده بيسميها فيرجوال بروكسي مونيتور من اسمها كمان بيبقى فيه سيرتن ساعات بيسميها بروتكتد يعني ساعات بنسميها مونيتور بروكسي او بروتكتد بروكسي معناه ايه ان في سيرتن كونسترين زي السكيورتي مثلا يبقى لازم يحط لي السكيورتي يقول لك مثلا الباسورد او حاجه او اي كونديشن عايزها كنوع من انواع السكيورتي فبينفي لو هي صح انفذ له الفانكشن اللي هو عايزها لو هي غلط طبعا اقول له لا ريموت زي ما قلنا ان انا الاوبجكت اللي انا عايزاه موجود في سيستم سبيس تاني سيرفر تاني مثلا وواصل بيني وبينه نت فبالتالي لازم اكون انا كبروكسي عارف اليو ار ال واعرف اتعامل معاه ودي كانت في سنه من السنين كنت مع مثلا سؤال كده صغير قلت لهم ايه انواع البروكسي المختلفه وايه الكونديشن المطلوبه لكل واحد فيهم بمنتهى البساطه الصفحه زي دي مش اكتر من كده يعني طبعا يعني في ناس كان سالوني قالوا لي يعني احنا المفروض نحفظ ايه مفيش حاجه اسمها حفظ انت افهم المفهوم ده وعبر عنه باسلوبك باي طريقه يعني حتى في الكومبير حتى لو سؤال زي ده انت بتشرح اللي انت فاهمه انا مش عايزه تبقي الاصل من السلايدز او من الكتاب لا افهم المطلوب ايه وعبر عنه باسلوبك تمام هيبقى افضل بكتير قوي من انك انت تبقى حافظ صم وتنقله زي ما هو كده فهي عمليه بسيطه جدا فيرجوال يبقى الاوبجكت بالنسبه لي اكسبنسيف او كبير قوي وبالتالي انا باخد الفانكشن او الحاجات اللي انا محتاجها بس مونيتور او بروتكتد يبقى نوع من انواع السكيورتي محتاجها عشان اتعامل معاه ريموت يبقى هو موجود في مكان تاني ومحتاج اليو ار ال او المكان بتاعه فين عشان اتعامل معاه موضوع في منتهى البساطه الانواع المختلفه بالاتريبيوتس اللي لازم اعرفها كبروكسي عشان اقدر اكسس واتعامل مع هذه النوعيه من الاوبجكت مثال اهو ادي الكمبيوتر بتاعي وده انا البرنامج ده الكلاينت جيم معينه مثلا او الايديتور سي اللي احنا كنا قلنا عليه عايز ايمج فبيطلب الاوبجكت الحقيقي هنا موجود في سيرفر تاني في مكان تاني وعايز الاوبجكت اللي فيه ايمج مثلا او اي حاجه فهنا البروكسي هو بيقوم بالمهمه دي بيطلب ريكويست طبعا انا اليوزر او الكلاينت فاكر ان هو بيطلب من الاوبجكت الحقيقي لكن هو الحقيقه بيطلب من البروكسي والبروكسي هو اللي بيروح ياكسس المكان البعيد ده وياخد الاوبريشن المختلفه ويبعتها للكلاينت ويقدر يتعامل معاها صوره عن قريب شويه اهي يبقى انا الكلاين بيطلب ريكويست من البروكسي والبروكسي بينفذ الريكويست دون على الريال اوبجكت اللي موجود عندي وطبعا زي ما انتم شايفين الانترفيس واحد ما بيغيرش الانترفيس وده الفرق بينه وبين الادابتر
نفس الانترفيس نفس الفانكشن، بس الفكره هو بيجيبها منين؟ بيجيبها من مكان تاني او من اوبجكت تاني اللي هو الريال اوبجكت بتاعي اللي بتعامل معه. ممكن قوي يبقى في عندي اكتر من نوع من انواع البروكسي. مثلا انا الكلاينت اهو وده البرنامج بتاعي وطالب اوبجكت معين، انا مثلا ده بسميه كلاينت هيلبر، هو اصلا بروكسي، هو مجرد انا بطلب اوبجكت معين مثلا زي الايمج دي، فده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى زي سيرشن ايجنت كده بيدور في النت كله يا ترى فين المكان او السيرفر اللي فيه الطلب ده لغايه لما بيلاقيه. لما بيلاقيه بيطلب منه انا عايز الايمج الفلاني مثلا او عايز الفانكشن الفلانيه، فهنا السيرفر الاوتبوت اللي هو الناحيه الثانيه ليه هو اخر بروكسي بنسميه سيرفر هيلبر، بياخد الريكوست ده ويشوف هل الريكوست ده عنده يقدر يتعامل معاه، او مثلا لا انا عشان حد يتعامل معايا لازم يبقى فيه بروتوكول تعاون بيني وبينك، فين الباسورد عشان اخليك تشتغل معايا، تمام؟ يعني في اي فانكشن زياده هو اللي بيعملها، لما يلاقي كل حاجه ساتسفاي اوكي ياخد يروح للسيرفر بتاعه يقول له هات الايمج معينه او هات الاوبجكت المعين ويبعت يبعته للكلاينت هيلبر والكلاينت هيلبر يبعته على السيرفر. يبقى انا ممكن يبقى عندي اكتر من نوع من انواع البروكسي، بروكسي في من ناحيه الكلاينت وبروكسي من ناحيه السيرفر وبيتعاونوا مع بعض عشان يطلعوا الفانكشن او بيطلعوا واتس ايفر مطلوب مني شكله. معايا كده شباب؟ في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ ده الفيرجوال بس. انا الاوبجكت موجود عندي على نفس السيرفر بس هو كبير وفي فانكشن كتيره قوي زي الايمجز المختلفه ديكشنري مثلا ومليان حاجات كتيره قوي، لكن انا مش عايزه كل الفانكشن اللي فيه، فانا ككلاينت اخليه عندي ليه؟ انا كل طبعا برنامج بيبقى ليه ميموري خاص بيه، هو صحيح كلنا على نفس السيرفر بس انا ككلاينت ليا الميموري سبيس بتاعي وهو صغير، فانا ليه اخد كل الفانكشن دي اللي موجوده عندي وكل الاوبجكت الكبير ده واحطه عندي نسخه منه ومش عايزه منه غير فانكشن واحده او اثنين؟ لا، يبقى البروكسي هو اللي بيتعامل معاه، يا اما لو البروكسي عنده سبيس كفايه ياخد كريت الاوبجكت مره واحده اللي هو عارف ان الكلاينت هيحتاج الاوبجكت ده كذا مره فياخده عنده في الكاش ميموري اللي عنده ويخليه وبعد كده كل مره يبعت للكلاينت الفانكشن بس اللي هو عايزها، او لا عارف ان الكلاينت ده هيحتاج اوبجكت فانكشن واحده او اثنين اوبريشن او اثنين بس، فبالتالي ياكسس الاوبجكت ده مره او المرتين وين نيدد. يعني ممكن الكلاينت يقعد يشتغل مده طويله وبعدين فين لما يفتكر طب انا عايز كذا مثلا الاديتور، طب انا عايز ادرو اوبجكت اللي هو ايمج، فالبروكسي يروح ده وياخد الايه الفانكشن او الايمج اللي هو عايزها ويبعتها للكلاينت. ممكن كلاينت يقعد مده طويله تاني لما يطلب الطلب تاني، او ممكن يخلص خلاص ومش عايز تاني، تمام؟ والاوبجكت ده سواء كان موجود عند البروكسي او موجود في الميموري بتاع السيستم نفسه بعد ما الكلاينت ده يخلص استخدامه ومش عايزه طبعا لازم اكلير الميموري وافضيها عشان اي حاجه تانيه تشتغل وتتعامل معاه. فدي نوع من انواع الفيرجوال بروكسي. طبعا زيها بالظبط البروتكتد او السكيورت ايمج لو انا في عندي نوع من انواع السكيورتي. مثال كده صغنون، انت لو عندك فلوس في البنك وواحد عايز ياخد عايزه ياخد او يسحب تديله فلوس من البنك مش هتديله فلوس كاش على طول، انت ممكن تديله الشيك بالمبلغ ويروح اللي يبقى الريال اوبجكت بالنسبه لي هي الفلوس والشيك ده هو البروكسي او الهولدر اللي بيشيل الكونتنت او بيسمح يروح للبنك يقول له بالشيك ده او بالبروكسي دون هات الفلوس اللي موجوده عندك عشان عايز اتعامل معاها ويديها للكلاينت. يعني ده مثال صغير يدي معنى شويه للبروكسي، يعني لو الامثله اللي فاتت ما ادتش نفس المعنى. طبعا لو احنا شفنا المثال العيوب او الكونسيكونس. نعم، حد عايز سؤال؟ ان البروكسي يعني هنا بيبقى هو ليفل ما بيدينا ليفل من الوقت من الان دايركشنز، يعني بطريق غير مباشر بيوصل الكلاينت للاوبريشن اللي هو عايزها او ياكسس البروجكت اللي هو عايزها. ولو في اي حاجه مور كونسترين او حاجه زياده يبقى لازم هو في فانكشن عنده زي ما قلنا، يبقى في فانكشن عنده زي سيرش عشان يطلع يو ار ال، عنده فانكشن زي يجيب الباسورد ويأكسس ده، عنده فانكشن يجيب الاوبجكت يحطها عنده في الكاش ميموري، يبقى الفانكشن اكسترا ديت لازم تبقى موجوده في البروكسي عشان يهندل كل الكيسز المختلفه اللي احنا قلنا عليها ونتعامل معاها اللي هو ريموت بروكسي او فيجوال بروكسي او بروتكتد بروكسي. طبعا البروتكتد بروكسي هي نفسها سكيورتي بروكسي سكيورتي او اللي قلت عليها اسمها ايه؟
اي نوع كلهم نفس النوع اللي هي البروتكشن اللي ليها باسورد معين قبل ما تقدر تاخدها او تتعامل معها. برضو زي ما قلنا في الحته دي انك انت عشان تعمل كوبي لفيري كومبلكس اوبجكت او اوبجكت كريشن بتاع فيري اكسبنسيف تبقى مشكله كبيره قوي للكلاينت، فالبروكسي بيحلها انه زي ما قلنا بياكسس الاوبجكت دون وين نيدد بس، لكن اول ما الكلاينت مش عايز حاجه منها فبالتالي ما يقدرش يعمل اكسسنج، فمفيش داعي ناخد الاوبجكت دي كلها واحطها للكلاينت من غير ما يستفاد منها كلها، ومجرد هيبقى في تكلفه في الميموري سبيس او الكومبلكستي بتاع الكرييشن اوف ذيس اوبجكت. في اي حاجه شباب؟ انتوا عارفين طبعا هو كان المفروض في امتحان ميد ترم الاسبوع الجاي يوم 12 اتأجل بقى يوم 19، فانا كنت ناوي ادي النهارده كده كميه عشان نخلص، وكنت مثلا ستراكشر دايجرام قلت اشيل منه واحد او اثنين ما يخشش في الميد تيرم، لكن بما اننا لسه عندنا وقت طويل هناخده كله ان شاء الله. فالستراكشر ديزاين باتن كل حاجه في الدنيا ليها ايه؟ مميزات وعيوب. اتأخرنا اسبوع خير وبركه، لكن بقى نخلص ستراكشر باتن كله بقى. فايه وبرده ميزه اهو، انا النهارده كنت هدي دي اربعه ديزاين باتر، هدي ثلاثه بس، ولان شكلكم كده جميل وظراف انا شكلي هخلص الكورس كله وانا قاعده. ايه يا شباب؟ محدش بيسال، مفيش حد كله مفهوم، لو كله مفهوم انا ما عنديش مانع، يعني انا مش غاوي حد يسالني يعني. بس خلي بالكم طبعا الباشمهندس هشرح لكم الاسبوع اللي فات اللي هي كريشن ديزاين باتر، الاسبوع ده هشرح لكم الاستراكشر. الاسبوع الجاي هتشرح لكم اللاب بتاع الايه الكرييشن، كنا قلنا بس عشان بعد كده الميد تيرم، فممكن الاسبوع الاخير نخليه لما تشرح لكم اللاب بتاع الاستراكشر او تعمل لكم ريفيجن. برضه احنا ممكن الاسبوع الاخير لاما انا الحقيقه مش عايز ابدا البيهيفر دلوقتي، فممكن برضه نعمل له ريفيجن او اي حاجه زي كده. نخلص النهارده والمره الجايه نخلص الزام باتن بتاعنا كله. طب البروكسي حلو زي الفل وخلصناه، ناخد النوع الثاني اللي هو ديكريشن او ديكريتور باتن. من كلمة ديكوريتور يعني ايه تزيين؟ يعني في حاجة في بنزينها أو بنجملها. بت ايه؟ الكور نفسه أو الزام باتن نفسه. يعني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل إن أنا بزود على الأوبجيكت بالنسبة لي شوية فانكشن زيادة. هنا بس أهم حاجة في الجملة دي دايناميكلي، يعني أتران تايم. يعني بيبقى في عندي كور، ودي لازم بقى دي مهمة جدا، عندي كور ما او ساعات بنسميها ليف، وبحط عليها شويه فانكشن زياده يحسن شكلها او كنوع من انواع الديكوريشن، بس من غير ما تغير الكونتنت بتاعها، والاضافات دي بتتم بس ات ران تايم. كمثال انت رحت عايز تجيب هديه لحد في عيد ميلاد ولا حاجه، الهدايا موجوده في المحل بتاع الهدايا اوريدي اكزيست، مش في حاجه، فبس اشتريت ساعه، فالراجل بعد ما اشتريتها في الران تايم بقى في ده دلوقتي خلاص انت اشتريتها بقت بتاعتك، هيبدا يعمل ايه بقى؟ يغلفها لك ورقه ملونه مثلا بشريطه، او يحطها لك في علبه كده صغيره، او يحطها في شنطه، او يحط كله مع بعضه. عايز بقى انت قلت له ورقه ملونه بشريطه في علبه جوه الشنطه، يبقى بالتالي الديكوريشن دي ممكن وان تايب اوف ديكوريشنز او اثنين او ثلاثه او ان. امتى اتران تايم؟ بعد ما شلت الساعه خلاص بقت بتاعتك، فيبدا يحط لها الديكوريشن من غير ما الكور نفسه، هل الساعه اتغيرت؟ لا هي هي. حطيتها في صندوق زي ما حطيتها في شنطه زي ما لفيتها في ورقه، فالكور ما بيتغيرش، لكن الايه الديكوريشن نفسها ممكن تتغير باكثر من طريقه، هو ده اللي انا محتاجاه وبحتاجه كتير قوي. يعني مثلا سي نفترض مثلا الصفحه دي اهي كتكست، انا عايز اظبطها اطلعها لليوزر بشكل حلو مثلا، التكست كبير قوي، فممكن اعمل سكرول بار هنا عشان ايه لو عايز اشوف الصفحه اللي بعديها اعمل سكرول بار لغايه ما الاقي اللي بعديها اللي بعديها. ممكن مثلا ساعات مثلا الناس بتعمل ريبورت فعايزه تخلي تعمل مثلا ايه كده مستطيل كده باشكال مختلفه، قال يعني ايه بتحسن شكل الورقه اللي موجوده عندي. فدي اشكال مختلفه من حاجه فعلا بنعملها كتكست وبنغير من شكلها، لكن الكتابه اللي جوه التكست تغير فيها حاجه؟ لا زي ما هي ما بتكون نفسه ما بتغيرش فيها حاجه. ازود ريسبونسبيلتي او فانكشن زياده لسيرتن اوبجكت او مجموعه من الاوبجكت مش لكل الكلاسز كلها، والكلام ده كله بيكون في الران تايم وما بعملش انهيرتنس، الانهيرتنس بيكون في الكومبايل تايم بس، لكن كران تايم يبقى انا ما بعملش انهيرتنس، بعمل حاجه اسمها كومبوزيشن. يبقى هو ده اللي انا عايز اتعامل معاه، انا عايز اجيب احسن بدل ما نتكلم
اوكي ده مجرد الاسم، يعني هو اسمه اصلا ديكريتور، لكن في بعض الاحيان بيسميها اكا رابر. زي ما قلت لك احنا قلنا رابر دلوقتي كتير، قلنا الادابتر سميناه رابر، وقلنا برضو البروكسي سميناه رابر برضو بس مع مختلف، ده برضو سميه رابر. انا بغلف الكور باغلفه مختلفه كنوع من انواع التزيين، فبرضو نوع من انواع الرابر، عشان كده بيبقى ليه ممكن يبقى ليه اسم تاني. يبقى انا هنا لو انا عايز ازود بيهيفر جديده للستيب بتاع الكور بالنسبه لي اللي هو الاوبجكت بتوعي ات ران تايم، تمام، وما بستخدمش الانهيرتنس. ليه؟ هقول لكم مثال صغير كده حلو بعد شويه، ان انا لو عملت انهيرتنس ممكن يبقى عندي سب كلاسز كتير قوي قوي ملهاش اي معنى، وفي حاجات كتير قوي بتتكرر فيها، يبقى ده باد ديزاين. هنقول حالا المثال ده مثلا، نشوف المثال الظريف ده. انا عندي الاصل الكور هي صوره، هتفضل طول عمرها الصوره دي مش هتتغير ابدا. انا ممكن اعملها ديكوريشن بايه؟ لما مثلا البرواز بهذا الشكل او بهذا الشكل او كومباينيشن بينهم، يبقى لا ده لا ده لا كومباينيشن. طب لو عايزه ديكوريشن زياده اعمل ايه؟ ازوده هنا كونكريت واحد تاني هنا، صح؟ يبقى عمليه سهله جدا، مفيش فيها اي حاجه. الكور ممكن يكون حاجه واحده، ممكن اكتر من حاجه، يعني تخلي بالكم، لان في بعض المسائل جت مره كان الكور اكتر من حاجه ولقيت الناس حاطين حاجه واحده بس، اقول لهم ليه؟ يقولوا اصل الكور يبقى حاجه واحده. من قال؟ حالا دلوقتي في المثال اللي هقول لكم عليه بتاع الكافيه دوت، هيبقى الكور اربع حاجات، يعني ممكن الكور نفسه حاجه واحده او اكتر من اوبجكتس. انا بعمل لهم ديكوريشنز باكتر من طريقه، دي او دي او كومباينيشن بين. طبعا لو حاجه ثالثه يبقى ايه؟ دي بس او دي بس او الثالثه بس، او دي ودي او دي ودي او دي ودي او دي او دي او دي. شفتوا كام كومباينيشن؟ لو كانوا كل دول كانوا موجودين كسب كلاس كان يبقى عندي كام؟ ست سب كلاسز، بدل ما انا حطيته وانا ايه كانوا ثلاثه بس ديكوريشن مش اكتر على الاوبجكت ده. ولو كان تو اوبجكتس هتعمل ليها اكبر، لو ثلاثه اوبجكت هتعمل ليها اكبر. ده شكل الكلاس دياجرام، وان ده مهم جدا الكلاس دياجرام بالنسبه لي اتعامل معاه. انا بنسمي الانترفيس الرئيسي كومبوننت اللي هو فيه بيريفير الحاجه بتاعتي، ده انترفيس كلاس او ابستراكت كلاس. في الاوبريشن بالنسبه لي ابستراكت معايا، الكور هو ده، يبقى في عندي كونكريت كومبوننتس بيمثل الكور بينفذ الاوبريشن دوت. عندي هنا بقى ديكوريتور، شوف معمول ايه؟ كومبوزيت. يعني دي رمز الكومبوزيت، معناه ان هو ده باكج ودوت بيتكون من مجموعه من الديكوريتور بيتحط عليه. الديكوريتور ده ممكن يتنفذ بديكوريتور ايه او بي او سي او دي او واتس ايفر انت عايز تعمل ايه. فكلهم بينفذوا الاوبريشن بطريقه مختلفه. يعني مثلا الاوبريشن دي بتعمل البرواز بشكل معين، دي بتعمل برواز بشكل تاني، تمام؟ فكل اوبريشن من دول بتبقى اوفر رايد دي باشكال مختلفه من ديكوريتور، وكلهم على الاوبريشن دي اللي هي الكور الاساسي اللي انا بتعامل معاه. فدي الصوره الاوبريشن دي بتعمل درو للصوره الاساسيه، دي بتعمل درو لسيرتن برواز شكل برواز معين، دي بتعمل درو لبرواز تاني. الديكوريتور دون على حسب الكلان طالب ايه، البرواز الاولاني بس يبقى بحط البرواز الاولاني بس. لان انا عندي حاجتين، عندي الكور وعندي الديكوريتور، والاثنين بينفذوا الاوبريشن دي. انا بقول لك ايه الاوبريشن درو، يبقى انا بيعمل ايه؟ درو للكور وبيعمل هنا درو للديكوريتور. بس مين بقى بينفذ الدرو للديكوريتور؟ اللي هي دي الكونكريت ديكوريتور. دول كونكريت كلاسز، اه ايه وبي كونكريت ديكوريتور اللي هو سب كلاسز من الديكوريتور نفسه، اللي هي الديكوريتور نفسه ده عباره عن كومبوزيت. ليه كومبوزيت؟ لاما ده لوحده او ده لوحده او الاثنين مع بعض، عشان كده حاطين لنا رمز كومبوزيت. لا الانهيرتنس بتاع الديكوريتور، لكن دي كومبوزيت هنا. خلي بالك الانهيرتنس معناه ايه؟ اقول لك انا حاجه، لو انا عايز الكور ده مره بديكوريتور ايه ومره بديكوريتور بي ومره بايه وبي، كنت اعملها انهيرتنس ازاي؟ مش بيعملها بدي خالص، كنت اعمل لك ايه؟ كور ويز ايه، كور ويز بي، كور ويز ايه وبي، دي بقى انهيرتنس. لكن انا دي ما اسمهاش انهيرتنس. ليه؟ انا عندي الديكوريتور دوت از انترفيس كلاس كومبوزد على الكونكريت ده اللي هو الكور ات ران تايم، بتتنفذ بس ات ران تايم، لا ده بس لا ده بس لاي واحده منهم. معناها من نفس الاوبريشن دي اللي هي درو بترسم نفس الحاجه هنا او دي او كومباينيشن بينهم على الكونكريت اوبجكت ده ات ران تايم. فدي ما بقاش اسمها انهيرتنس،
هي الرمز ساعتها انيرتس صحيح، بس مش تدي نفس المعنى انيرتس. من نفس الحكايه في البروكسي، ما احنا كنا عاملين نفس الرمز ده، بس قلنا الكلاينت هو صحيح في انيرتس ليه الريال اوبجكت، بس هو مش بيعرف اكسس ليه، لازم بيروح من خلال البروكسي، والبروكسي هو اللي بيأكسس ليه. مش بينهرت، لا بتبقى كومبوزت عليها، يعني دي بتنفذ الاوبريشن دي. دي ديكوريتور دي هي الكومبوزيت على ده، ده الاساسي، بس مين اللي بينفذها؟ كونكريت اي او كونكريت بي او كومباينيشن بين ايه؟ عندك اللاب، افتح الديكوريتور وشوف بيتنفذ ازاي. موجودة في اللاب، موجودة عند كل حاجة، موجودة في اللاب. أنا هنا ده ديزاين، ديزاين معناها معناه إن دول يا جماعة كومبوزيت يتحطوا على ده. وبصوا نفس الرسمة دي إن شاء الله في الديزاين باتل، بس مش هيبقى النهاردة، هيبقى المرة الجاية، حاجة اسمها كومبوزيت ديزاين باتل. نفس الرسمة دي، نفس الرسمة بالظبط، بس دي بتتنفذ ات ران تايم، والتاني بتتنفذ ات كومبايل تايم. ودي بقى اسمها ديكوريتور، والتاني بقى اسمها كومبوزيت. بالتالي بيطلع لي هيراركي اوف اوبجكت كومبلكس اوبجكت، لكن دي لا ما بتطلعليش كومبلكس اوبجكت، لا بيطلع لي اوبجكت وعليها فانكشن زياده في الران تايم بس، لكن في الاوقات العاديه بيبقى الريال اوبجكت ده بس هو اللي موجود. دي كلها في الامبلمنتيشن. هل في حد فكر، احنا خلصنا الكرييشن، حد فكر يبص على اللاب بتاع كرييشن، ولا لازم المعيده تديها لكم في السكشن عشان تبصوا؟ دي مشكلتكم، دي مشكلتكم. احنا عارفين الكويز امتى مش كده؟ الكويز امتى؟ يوم الحد الجاي، ها، من 6 ل 6 وربع كرييشن بس، يعني الاستراكشر ده لا، ده داخل في الميد تيرم لكن مش داخل في الكويز. والكويز ما فيهوش اللاب، ما تخافوش، مش مقصودش كده الكويز، لا اصل انا بقول لكم ليه، لان انا عارفه هتبتدوا تذاكروا الكورس نفسه، هتبتدوا تذاكروه يوم الحد الساعه كام؟ 5 وربع ولا 5 ونص؟ او برلل مع الكويز. هو دي المشكله، انا ما بحبش اونلاين عشان كده، طب برلل مع زميلك ومع الترانسبيرنس مع الكمبيوتر اللي جنبك. يا عم انا بشوف الدرجات، انا بلاقي في الكويز جايبين 10 من 10 وفي ميد ترم نفس الاسئله، وليه جايب 5 او 3؟ ازاي يا ابني تيجي ازاي؟ مو تعرف يعني. في واحد في اعمال السنه كان في الكريدت جايب لي مش عارف حاجه و50 من 60، الورقه الفاينل ما جابش 5 من 40، ما لحقش يجيب الخمسه. يعني انا مسكت الورق بفرها من فوق لتحت، والله نفس المساله دي شبه اللي موجوده في الميد، في حتى كان في ميد ترم كان غاشش، وكان في الاساينمنت، وكان مش عارفه في ايه، والكويز والترو فولس كان موجود زيها في الكويزز. حلها ازاي في الكويز وحلها ازاي في الاساينمنت؟ مش عارف حلها في الفاينل، لان في الفاينل كانوا ماسكين عليه شويه في المراقبه، فخدت 5 يا دوبك يعني. الحمد لله على كده. دي الايه الديسكريبشن الكلام ده خلاص. طبعا هنا الادفانتج ان الكلاسز قليله احسن من ستاتيك انيرتنس، واقول لك حالا دلوقتي ستاتيك انيرتنس عشان لو مش مصدقني، ان الاد والريموف بتاع ديكوريتور بيكون دايناميك. انا ممكن اد ديكوريتور معين وممكن اريموف ات، مش شرط يبقى ما دام موجود اجباري نستخدمه، ممكن اد واحد او اثنين او اريموف اثنين واخلي واحد بس. ان الروت كلاس نفسه اللي هو الاساسي اللي هو كومبوننت في المثال ده فيري سمبل، والكور نفسه فيه سمبل اوبريشن، فيه الاوبريشن الاساسيه بس، لكن اي اديشن كومبوننتس موجوده كلها في الديكوريتور. عيبها طبعا انها كلها في الران تايم. يعني بص دي هي دايناميك اديشن، يعني في ناس يقول لك انها دايناميك بتتحط وريموف في الران تايم ميزه، وفي ناس ثانيه ممكن تقول لك انها بتبقى عيب شويه. ليه؟ انت ما بتشوفش الاوتبوت الا في الران تايم، فما تعرفش اللي انت عامله ده كان صح ولا غلط الا في الران تايم، فدي تعتبر عيب شويه. وطبعا لازم تتاكد ان الديكوريتور بتاعك كله بيستخدم نفس الاوبريشن، شفت احنا نفس الانترفيس، شفت انتوا كله مستخدم نفس الايه الفانكشن اسمها اوبريشن، ما بغيرهاش. زي بقول لك دلوقتي مش هصغرها في البروكسي، لكن المره اللي فاتت لما كنا اتكلمنا في الادابتر قلنا لا، المين بيستخدم انترفيس والتاني اللي هو الادابتي او الناحيه الثانيه بيستخدم انترفيس مختلف. هنا بقى يقول لك ايه، خلي بالك
لو ديكوريتور دون لايت ويت يعني ايه فانكشن بسيطه، اعمل سكور بار، احط برواز، حاجات فانكشن بسيطه، يبقى الطريقه دي حلوه وجميله. لكن لو فانكشن كبيره كومبلكس يبقى الطريقه دي ما تنفعش في الران تايم، وتنفذ فانكشن كومبلكس ما تنفعش. هنستخدم حاجه اسمها استراتيجي اللي احنا قلنا عليه، فاكرين انتوا المثال بتاع الكواك والطيران والكلام ده، دي هي استراتيجي باترنز، وهنشرحها بالتفصيل في البيهيفر. يبقى الطريقه دي ما تنفعش. لو انت عند الكور عايز تضيف له تاسكات فيري كومبلكس يبقى لا ما تستخدمش الايد ديكوريتور، دي بتبقى لايت ويت، حاجات بسيطه قوي اللي بتقدر تتعامل معاها. طب سي مثلا انا عندي عايزه كل ما اكتب سطر يبقى في كاونتر كده بيعد لي كام سطر كتب لغايه دلوقتي، فالكوره عندي بكتب سطر والديكوريتور عندي ان هو في عداد يعد كل سطر من دول، فانا بقرا من الريدر ده بيطلب مني دول الكور عندي البفر او الفايل بيقرا منه. لكن انا عندي بقى الدول بيبقى تران تايم اللي هو الايه اللي بيحد بكاونتر، يبدا بكاونتر كل سطر بيتقرا، هو هنا بيقرا بلاش يكتب، هنا بيقرا كل سطر بيتقرا يزود الكاونتر بواحد، كل يبقى دي حاجه بتتعمل بس اتران تايم، وبيطلع لك في الاخر في على الصفحه الايه عدد لسته اللي هو قراها وبيتعامل معها. فدي نوع يعني مثال من امثله الديكوريتورز. ادي مثال ثاني قلت لكم مش صغيره، انا عندي الكوره عندي تكست وانا عايز اعمل اما اعمل سكول بار سكول كده او اعمل درو بوردر. شفت الاوبريشن هنا دي خاصه بالسكولر، ففانكشن خاصه بيها انها بتعمل سكول، دي فانكشن خاصه بالبوردر فبتعمل فانكشن للبوردر، دي بترسم التكست مجرد بتطلع التكست، فهنا بتعمل درو برضو للتكست لكن معاها بتضيف ليها فانكشن زياده اسمها سكول. فالتكست بيتكتب هو زي ده كده لكن بيتحط هنا في علامه كده سكرول ان ايه في بوينتر كده بينزل تحت، دي لو اتعملت يبقى نفس التكست زي ما هو درو بس بيحط لها ايه مثلا مستطيل باي شكل اللي بوردر اللي بتعمل معاه. تمام؟ او الاثنين مع بعض يحط سكرول بار مع البوردر برضه. تعالوا نشوف الكافيه ده. انا عندي كافيه بيعمل اربع انواع من انواع الكافيه. دول الاساسيين بتوعي. وكل واحد منهم ليه ايه الكوست بتاعه. خلاص؟ انا كلاينت بروح باخد عايز النوع ده بس احط عليه ميلك مثلا فبيديني شاب. واحد تاني عايز يحط عليه موكا، واحد هيحط ميلك وموكا، واحد عايز هو بس من غير عليه اي حاجه. تمام؟ ففي انواع مختلفه. لو عندي اربع انواع وعندي اربع اضافات، تفتكر اربع انواع مع اربع اضافات ممكن يبقى عندي كام انهيرتس بلس؟ صح؟ يبقى دي شفت بقى كام كلاسز ممكن اعملها؟ جاست عندي اربعه اساسيين كور واربعه بضيفهم اللي احنا قلنا ايه؟ الاولاني هيكون مع الاضافه الاولى بس او الثانيه بس او الثالثه بس او الرابعه بس او الاولى والثانيه والاولى والثالثه والاولى والرابعه، يلا بينوا بقى ايه اللي هي توافق اللي انتوا عارفينها دي بتعملوه. فبالتالي ساب كلاسز كتير قوي. ده عيب، عيب بقى تاني، شوفوا الكوست اللي بيتحسب. احنا دلوقتي كنا قلنا ايه؟ كل واحد من دول ليه الكوست بتاعه، ده ثمنه كذا القهوه دي بس، والنوع ده كان دول كذا. طب مع ملك يبقى انا في سب كلاس تاني اسمه قهوه مع لبن، يبقى الكوست عندي ايه؟ اجمع ثمن القهوه زائد جمع ثمن اللبن. دي برضو اجمع ثمن الاسبريسو القهوه زائد ثمن اللبن. الله، هتلاقي ان في فانكشن كتيره قوي متكرره في الكوست. احنا قلنا ده باد ديزاين. يبقى الباد ديزاين عندي سب كلاسز كتير قوي بينهرت من السوبر كلاس، والفانكشن كوست دي بتتكرر كتير قوي في الكالكوليشن بتاعتها، هي نفسها بتتكرر. فده كل ده باد ديزاين. لما اعمل بقى ديكوريتور، يا سلام، شوف بقى لما اعمل ديكوريتور ادي بالنسبه للكوست، شفت ده الكول ليه كوست معين. لما احط الاثنين على بعض يبقى المفروض ايه؟ بجيب الكوست ده زائد الكوست زائد ده. لو عملت له في السب كلاس يبقى بجمع الاثنين دول مع بعض. لكن دلوقتي لما بعمل بالديكوريتور بيبقى حاجه ثانيه. ازاي؟ تعالوا نشوف كده مثال كبير اهو. ماسك انا عندي ده المشروب الاساسي، وبعدين حطيت عليه موكا، وبعدين حطيت عليه ويب. مش عارف يعني ايه ويب، انتوا تعرفوا بقى. ده الكور وعليه موكا وعليه ويب. تمام؟ لو انا بقول الفانكشن كوست النهائي يبقى انا عايز الكوست، فبيعمل ايه؟ الويب ده ما بتطلعليش الكوست، لا بتبعت للايه؟ للليفل اللي قبليها. كل ده في الران تايم. الكوست بتاعك كام؟ الموكا روح بعتها للكور. الكور لا بيقول انا الكوست بتاعي 99% بس، يبقى الفانكشن بتاعته مجرد ديسبلاي الكوست بتاعه 99%. يبعتها للليفل اللي بعديه، الموكا تجمع عليها الكوست بتاعتها
تبعتها للويب تجمع عليها الكوست بتاعتها يطلع النتيجه النهائيه كده. هل في اي كوست من دول تتكرر؟ لا. لو اي واحده تانية مثلا نوع تاني من انواع القهوه مع الموكا والويب هنلاقي الكالكوليشنز بطريقه مختلفه وبتتم اتران تايم. يبقى كان الكوست انا كل واحده منهم لوحدها في الكوست بتاعتها لوحدها، اللبن الكوست بتاعه لوحده، القهوه لوحده، الموكا لوحدها. في الران تايم بيشوف انت حطيت ايه على ايه على ايه ويجمع الكوست بتاعته. فمفيش عندي فانكشن بتتكرر. يبقى انا عدد السب كلاسز بيقل والكوست عندي بيقل. شوف بقى كم كلاسز عندي هنا، دي ولا الاولانيه اللي فيها كتير اهي، اربعه كور واربعه ايه؟ ديكوريتور. لبن وموكا ومش عارفه فيها ايه، اربع انواع. انت طبعا تتخيل دول الاربعه مع الاربعه دول يعملوا كم كومباينيشن كتير جدا. كل كوست من دول فانكشن مختلفه تماما، دي كوست للقهوه دي، دي كوست للقهوه دي، دي كوست للميلك، دي كوست للموكا بس. فالفانكشن كوست اصلا ما بتتعملش، كل واحده ما بتتكررش، كل واحده منهم من لوحدها. في الران تايم بقى يشوف انت خدت النوع ده وعليه الميلك فيجمع الكوست دي زائد دي، انت خدت النوع ده وعليه ده مع ده يجمع الثلاثه دول مع بعض. فبالتالي عمر ما في فانكشن بتتكرر، والكالكوليشن بتاعت التوتال كوست بتاعي بيبقى في الران تايم امتى؟ لما يعرف انت حطيت ايه على ايه على ايه. وده اللي بيحصل فعلا في المحل الموجود عندك. وفرت في الكلاسز، مفيش انهيرتنس في الكلاسز اللي موجود عندي، وان الفانكشن نفسها اللي بتكالكوليت اي حاجه من جوه بيبقى ايه الحساب بتاعها بطريقه مختلفه، مفيش حاجه بتتكرر، الكوست بتاع كل واحده من دول مفيش حد منهم بيتكرر. فبالتالي هو ده المفروض جود ديزاين. نفترض مثلا راجل دلوقتي في زيادات الحلوه الجميله اللي احنا فيها، راح يغير مثلا نوعين من انواع القهوه دول بيجيبوا مستوردين، فالكوست بتاعته متغير، يبقى يروح فين؟ هروح هنا اغير هنا واغير هنا وبس. بينما بقيه الفانكشن، لكن لو كنت عملت بقى الهلومه الكبيره دي يا شوف بقى يروح لكام واحده يخلص فيها، نوع معين انواع القهوه تغير دول، هيشوف موجوده هنا فين في 10 من كلاسز من دول، هيخش يغير فيها الفاليو بتاعتها. طبعا دي بانت. لا هي دي مالهاش دعوه بالبط خالص. البط بيهيفر ديزاين باترن. دي الفرق بينها وبين الديكوريتور ديزاين باترن اللي بقول عليها. دي انت لو انت فكرت فيها اول مره عملت كل الكومبانيشن مختلفه، لو انت استخدمت ديزاين باتر ادي شكل الديزاين باتر بتاعك الديكوريتور ده ديزاين باتر. مالناش دعوه بالبيهيفر دلوقتي، امتى البيهيفر بقى اللي هي استراتيجي والحاجات دي؟ بقول لك لو الفانكشن دي او الكومبوننت دي فيري سيمبل تاسك، لو فيري كومبلكس اوبجكت او تاسك يبقى الطريقه بتاعت الديكوريتور دي ما تنفعش، نستخدم حاجه ثانيه اسمها استراتيجي. مالناش دعوه بيها، بس دول مالهمش دعوه بالبط خالص. الديزاين ده طبعا احسن 100 مره من الديزاين اللي قلت عليه من شويه صغيره، السب كلاس قليل جدا، عايز ازود نوع من الديكوريتور بزوده هنا واحد وبس، الثانيه كنا نعمل ايه؟ هنزود يجي 10 سب كلاس تانيين، مجرد ما زودت نوع واحد بس من الديكوريتور، ليه؟ ده معاه لوحده، ده معاه لوحده، ده معاه لوحده، ده معاه لوحده، ده اللي كان مع ده يبقى ممكن يبقى معاه، ده اكتر من 10 كمان. ده جاست ان انا زودت واحد من الديكوريتور او زودت نوع تاني من انواع القهوه الجديد، سواء زودت هنا او زودت هنا يبقى عدد السب كلاسز كان هيزيد جدا، لكن هنا العمليه سهله جدا، ازود هنا زي ما انا عايزه وازود هنا زي ما انا عايزه. اي كوست من دول اتغير اخش اغيره هو لوحده وبس. وفي الران تايم يطلع لك النتيجه مختلفه، اوكي؟ مفيش عندي اي مشكله. فده فيري جود ديزاين لهذه النوع من انواع الابلكيشن. في حاجه يا شباب؟ يعني ايه انسب الكود؟ مش فاهمه برضه. اوكي كل فانكشن مديول فانكشن، اوكي طب هو الديزاين باترنز كله بيسبورت مديول فانكشن، كلها بيسبورت مديول. يعني من ضمن حتى انت شفت في المحاضرات الاولانيه بيقول لك احنا دلوقتي قلنا ايه؟ ده اوبجكت اورينتد. ليه؟ لانه بيسبورت المديول. حتى قلنا فاكرين لما قلت حتى انت قلت لك خدت الاجايل ولا لا؟ قلت لي لا، قلت لك ما الاجايل بروجرامنج هو بيعمل ديزاين مديول فانكشن، او البروجرامنج لانجوج ان جنرال بتاعت اوبجكت اورينتد بتسبورت المديول فانكشن، فديزاين باترن بتسبورت المديول فانكشن. فاحنا كل الكلام ده كله عشان بيسبورت الكلام ده كله، بيسبورت المديول فانكشن، بيسبورت كل حاجه في الفلكسبيليتي، ان بقت حاجه من غير ما اغير حاجات ثانيه، الجينجابيلتي، ريوز، كل ده بيتطبق على الديزاين باترن بتاعتنا دي كلها كلها.
يا شباب هنا بس مقارنه بسيطه بين ديكوريتور والانواع الثانيه. زي ما قلنا الادابتر بيبقى ايه، بيغير من انترفيس لانترفيس، فالانترفيس الاثنين مختلفين وبيحاول يمشي بينهم. الديكوريتور لا، لازم يبقى ايه انترفيس واحد، لكن الفانكشن بتاعته الاساسيه اللي بيزود فانكشن دي زياده دايناميكلي ات ران تايم. في حاجه اسمها فاسات هنقولها يعني المره الجايه، لا دي بتسمبليفاي الانترفيس. بدل ما عندك سب سيستم كتيره وفيري كومبلكس انترفيس، بيحط انترفيس كده بسيط في الاول انت ككلاينت تستخدمه بس عشان يهندل كل السب سيستم المختلفه اللي موجوده فيها. حاجات بتبقى جميله جدا بقى في المقارنات بين الديزاين باترن المختلفه او ترو فولس وام سي كيو، الحاجات دي كلها. اي حاجه في الديكوريتور مش واضحه؟ ده باذن الله. نوع تاني بقى من انواع الديزاين باترن اسمه فلاي ويل. لما نقوله كده نبدا ايه ندخل فيه دوام. استنى يا ابني استنى، ايه اللي بيحصل؟ انا عندي، انا عايزه الديزاين باترن ده يسبورت لما يبقى عندي لارج نمبر اوف فاين جرينتد اوبجكت. يعني ايه فاين جرينتد؟ يعني اوبجكت انا في حاجه اسمها جرانيولاتي، دي من ضمن الحاجات الاتريبيوتس اللي تبقى موجوده عندي في اي ديزاين، هي حجم الاوبجكت قد ايه. لما يكون اوبجكت كبير بيبقى ليه مشاكل، وقلنا اظن في البروكسي. ولما يكون اوبجكت صغيره برضه ليه مشاكل. انا عندي هنا اوبجكت كتيره صغيره عددها كبير جدا. لما يكون اوبجكت كتيره صغيره وعددها كتير جدا وبتعامل معاها في ابلكيشن ما، ممكن تملى لي الميموري، فالبرفورمانس بتاعي يكون بطيء. ما كانش اوبجكت كتير قوي قوي وكتير منها شبه بعض، وممكن تملى لي الميموري والبرفورمانس بتاعي وحش. انا عايزه الفلاي ويت ده استخدمه علشان يبقى عندي عدد كبير من الفاين جرين اوبجكتس واعملهم شيرنج. يعني انا نفس الاوبجكت ده كرييتد في ناس في نفس الابلكيشن تستخدم نفس الاوبجكت ده باتريبيوت معينه، وبعدين تستخدمها بنفس الاوبجكت ده باتريبيوت ثانيه. لقى ايه؟ ان الراجل دون عشان ينفذ حاجه زي دي، لقى ان كل اوبجكت هيقسمها نوعين من انواع الاتريبيوتس. نوع ثابت ما بيتغيرش، نوع ثابت ما بيتغيرش اسمه ستيت اندبندنت، بنسميه انترنال او انترستيك. يعني ايه انترنال؟ الاوبجكت ده ليه بعض الاتريبيوت ثابته. كل في الابلكيشن بتاعتي اللي انا استخدمها دايما الابلكيشن دي بستخدمها هي هي، خلاص؟ فبكريت الاوبجكت ده بالاتريبيوت دي. لكن في نفس الابلكيشن بستخدمه مرات كتيره، بعمل له ريوزد ببارامتر مختلفة، دي بنسميها اكسترنال او ستيت اندبندنت. يبقى الاندبندنس دايما الاوبجكت بتبقى موجود فيها ما بتتغيرش، ديبندنس لا بتتوقف على انا في الابلكيشن عايز الاوبجكت ده فين. كمثال افترض دلوقتي شوف الصفحة دي فيها تكست، انا عندي تكست اديتور هيكريت اوبجكت الفابيتيك اي بي سي دي اي سمول ليترز وكابيتال ليترز، اقصى حاجه يكونوا كام؟ انتوا عندكم الحروف الابجديه كام؟ مثلا 26 بالانجلش، والكابيتال وسمول هيكون 52 مثلا اقصى حاجه. في التكست اديتور ممكن يبقى محتاج اكتر من كده، يعني مثلا في صفحه ما ممكن محتاجه 100 او 120 كاركتر، لو قلنا كل واحد من دول هكريدت لوحده. هنا بص قال لك ايه؟ طب بص ايه يا هدى اي تي مثلا، اي تي واي تي واي تي، ما ثلاثة اوبجكت زي بعض بالظبط. قال لك طب اقول لك حاجه، هكريت اوبجكت اسمه تي ببارامتر انترنال اللي هي بنسميها ايه مثلا الفونت والسايز، مثلا ده حرف اسمه تي والفونت بتاعه كذا سمول ليتر، السايز بتاعه مثلا 12 كاركتر زي مثلا. يبقى ده فيكس، يبقى دايما بكريت الاوبجكت ده مره واحده وفيكست. لما اجي استخدمه بقى احط اكسترنال بقى، والله استخدمه لما تيجي تعمل ديسبلاي، الديسبلاي ده في السطر الاولاني العمود نمره 10، في السطر الاولاني العمود نمره 12، في السطر الاولاني العمود نمره 13. يبقى بياخد الاوبجكت الاولاني يعمل له ديسبلاي في مكان ما، ويعمل له ديسبلاي في مكان ثاني، ويعمل له ديسبلاي في مكان ثالث. خلي بالك لان السؤال ده اتسالته فوق، قال لي طب يعني مش هو يستخدمه في الاوبجكت هنا وخلاص، هيجي يستخدمه هنا هيتمسح هنا؟ لا لا، انا الابلكيشن دي جاست بديسبلاي الاوبجكت في مثلا في تكست زي ده او في جيم او في اي حاجه زي كده، لكن مش عايزاه يفضل في مكانه هنا على طول، هي جاست بديسبلاي. ولما يجي بيتحرك البوينتر عشان يشوف حاجه ثانيه بديسبلاي اوبجكت جديده، فتي اتعملت هنا وبعد شويه اتوجدت هنا، يبقى بكريت نفس الاوبجكت بس الديسبلاي بتاعتها في بوزيشن اكس واي مختلف. يبقى الاكس والواي هي دي بنسميهم اكسترنال اتريبيوت. اسم الاتريبيوت ده ايه؟ بالفونت بالسايز، يبقى اسمها انترنال اتريبيوت.
يبقى اخد الالفابيتك كلها واعمل لهم كرييشن بالانترنال ستيت او اتريبيوتس. ولما اجي اعمل ديسبلاي للتكست زي ده خلاص شفتوا دي انا عندي دي تاني فين يا جماعه؟ اهي مثلا هنا في السطر الثالث العمود مش عارفه نمره كام، هنا في السطر العاشر في العمود نمره كذا، هنا يبقى نفس الحرفه كريتت مره واحده واعمله شيرنج في كذا مكان، يبقى بكريت مره واحده بالانترنال ستيت. لما اعمله شيرنج يبقى بعمله ايه؟ بقول له روح في المكان الفلاني اكس واي بتاعك، لا روح في المكان الفلاني اكس واي جديده، لا روح في المكان الثالث اكس واي جديده، يبقى بعمل شيرنج بلوكيشنز مختلفه، فبيظهر لي على الشاشه مثلا في الاكزامبل ده في اماكن مختلفه، لكن انا عملت كريشن للاوبجكت ده مره واحده بس. ما حدش يقول لي ده بروتوتايب، لا البروتوتايب مختلف. ليه؟ لو انا الابلكيشن بتاعتي عايزه الاوبجكت تبقى في مكانها وتستمر في مكانها وما تتغيرش، يعني استخدمه مش ديسبلاي، لا بستخدمه في الابلكيشن ما، يعني مش حرف التي مثلا بستخدمه في ابلكيشن ما يفضل موجود، لو طلبته في حته ثانيه هيتمسح من الحته دي، يبقى النوع ده ما ينفعش. هستخدم بروتوتايب كلون، بعمل اي حاجه ثانيه. البروتوتايب فيها كلون، ديب كلون وشالو كلون، فلو ديب كلون يبقى انا بحط اتريبيوت الاوبجكت باتريبيوت والاوبجكت الجديد اللي عملت له كلون باتريبيوت جديد، ممكن اكس واي مختلف، دي كلون، لكن انا هنا الفلاي ويل حاجه ثانيه. بتعمل كرييشن لاوبجكت كتيره وعايزه تعمل شيرنج ليها. اتفضل. نفس السؤال، الحمد لله يعني ما كانش حاجه. مش سيلتون، انت سيلتون بتكريت اوبجكت وده بتناديها، انت ممكن تعمل كده في ده، تقول انا بكريت الاوبجكت ده باستخدام السيلتون. وفي كل مره، بس انت خلي بالك السيلتون بيبقى ليها اتريبيوت ثابته، لكن دي ليها اتريبيوت مختلفه، جزء ثابت وجزء متغير. فما تبقاش سيلتون. انت في الكرييشن اول مره تعمل كرييشن استخدام السيلتون. لكن لما تيجي تعمل شير مش هتستخدم سيلتون. شيرنج بس انا اقول دلوقتي حالا سيكونس ديجرام هيقول لك بيعملها دي ازاي. لحظه واحده. حاضر 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 حاضر. انا مثلا عندي برنامج اسمه تكست اديتور بديسبلاي الحروف الابجديه اي بي سي دي، تمام؟ فانا بدل ما يبقى ده مثلا الصفحه دي فيها حوالي 100 كاركتر او اكتر كمان، انت عديت وهتلاقيهم عدد كتير جدا، وهتلاقي حروف كتير قوي متكرره. ادي مثلا اي اهي واي اهي واي واي، يعني في السطر الاولاني بس الاي اتكررت اربع مرات. فلك ليه اكريتد اربع مرات؟ انا اكريتد مره واحده باتريبيوت ثابته اللي هي ايه؟ نيم والفونت والسايز. خلاص كريتد اول مره، هي دي. عشان احطها في المكان ده حطيت لها اكسترنال، هي في انهي صف في انهي كول. يبقى اول مره بكريت الاي عملت لها كرييت عاديه بالنيم والفونت والسايز، وبعدين بعت اوبريشن ثانيه بقول لها حطها لي في الرول الفلاني والكولوم الفلاني، فتعمل لها ديسبلاي هنا. بعد شويه عايز حرف اي، اي اوريدي موجود، فالاتوبيس بتاعته دي ثابته زي ما هي نفس الشكل ده، انا عايزاه زي ما هو ما اعملوش كرييت من جديد. بتعمله ايه؟ شيرنج. ايه؟ جيبه لي والله اي اللي موجود عندك بس حطه لي في صف وعمود تاني. هات لي نفس الاي وحطه لي في صف وعمود تاني، نفس الاي حطه لي في صف وعمود تاني، انسون بقيه الحروف. فبقى الانترنال دي في الكرييشن الاولاني. في كل مره بطلب بحط في الروبوت كلهم مختلفين. تعالوا انا بس مش عايز فين هجيبها لك، والله اصبر هرجع تاني على فكره ما تخافوش. اهي مثلا ده الكلاينت بيطلب من الفلاي ويت فاكتوري انا عايزه كي معين حرف الاي، لا ما مش موجود عنده، فبيعمل كرييت، فطلب من الكونكريت فلاي ويت الكونكريت ده قول له كرييت الحرف اي ورجعه لي. بايه بقى؟ بالانترنال ستيت اللي هي الفونت والسايز والنيم. مره ثانيه خلاص الاي اتعملت، الاي ما ينفعش انترنال ستيت بس، لازم كمان اقول له الاكسترنال، فبعتها له الاوبريشن بالاكسترنال ستيت في الصف الاولاني العمود العاشر. هيبقى راح اعمل لي ديسبلاي ده الويت ده فعلا هيجيب لي الاي في الصف الاولاني العمود العاشر. المره اللي بعديها قال له عايز حرف الاي برضه. لا اوريدي كرييتد، فهنا بيعملها ايه؟ شيرنج. هاتها لي يا فلاي ويت من البول اللي عندك او من الاوبجكت اللي موجود عندك.
هو خلاص عاملاها كريشن بالايه بالفونت والسايز والنيم، فمش عارف كريشن تاني هيجيب هي نفسها بلا ريوز او شيري، بس لازم هي بيرجعها لي، بس لازم اقول له المره دي الاوبريشن بتاعتها ايه، الاكسترنال ايه، دي موجوده في الصف الثاني العمود العاشر. فتلاحظ ان في كل مره بيكرييت لازم بعديها ابعت له اوبريشن، دي بيشير لازم ابعت لها الاوبريشن. الاوبجكت عندي ما بقاش اوبجكت ويشتغل عندي في الابلكيشن دي الا لازم يكون فيه نوعين من انواع الاتريبيوت، انترنال ستيت والاكسترنال ستيت. الانترنال ستيت بتكريتد مره واحده بس، كل مره بعمل شيرنج بتكريتد مره واحده وبعدين اعمل لها اكسترنال، شيرنج اعملها اكسترنال، شيرنج اعملها اكسترنال، شيرنج اعملها اكسترنال. ان شاء الله طلعتها 10 مرات في كل مره بقول شير واعملها اكسترنال اتريبيوت اللي هي الايه الرو والكول. ايه دلوقتي شويه نعم يا جماعه برضو الشيل كوبي مش هتبقى، ان الشيل كوبي عباره عن ايه، انت بيكريت اوبجكت جديد لكن الاتريبيوت بتاعتها شيرنج ليهم كلهم، كلهم بيشوفوا بعض. انا هنا لا، انا الانترنال بس بيبقوا شيرنج كلهم بياخد نفس الفاليو، لكن الاكسترنال بتاخد فاليو مختلفه. ايه معنى ان انا الاي اقول له في الصف الاولاني العمود الاولاني وانا اقول له برضه في الصف الاولاني العمود الاولاني، احط الاوبجكت فوق بعض؟ شيرنج في الانترنال بس، بكرييت الاوبجكت بالانترنال ستيت، وكل اوبجكت اسمه اي للانترنال ستيت، لكن لازم يبقى اوكيوبايد معاه اتوبيت جديده اسمها اكسترنال، ودول كلهم موجودين في الفلاي ويتس. تمام، الفلاي ويت بيكرييت الاوبجكت ده، بيكرييت الاوبجكت بالانترنال ستيت وبعدين بيضيف ليه الاكسترنال ستيت. فاي اوبجكت فيه حاجتين، انترنال ستيت اتريبيوتس واكسترنال ستيت اتريبيوتس، وهو ده اللي بيتحرك عليه في الصفحه او في الايديتور اللي انا بشتغل عليه. خلاص بالظبط. لا، لو انا عدلت في الاساسيه باوبجكت جديد ار سمول وار كابيتال مثلا، هعتبره اثنين اوبجكت مختلفين، فده انترنال وده انترنال. فالار سمول ليها فونت وسايز بتاع مختلف، لكن الار كابيتال ليها فونت وسايز ونيم مختلف. تمام، لكن انت هتغير الار سمول، خلاص قلت ان هي اسمها ار سمول والفونت بتاعها كذا وسبت كذا، خلاص بقت اوبجكت واحد. عايز اقول ايه، مثلا بتبقى ايتاليك غير ما تبقى مثلا بولد، هبقت اوبجكت جديد. شوف دي، انا عندي ويب بيج، بعمل ويب بيج، الويب بيج بيبقى فيها صور مختلفه، بس الابلكيشن بتاعتي الصور دي ثابته هي. بصيت لقيت في الويب بيج اللي انا عايزه الخمس صور دول، كل صوره من دول ليها ايه انفورميشن خاصه، ده مستطيل طوله كذا وعرضه كذا ولونه اخضر، يبقى اسمه الطول والعرض واللون، بقى دي ايه انترنال ستيت. فكريت ابجكت اللي هو اربعه خمسه دول بالانترنال ستيت دول. اما عملت كريشن للبيدج الاولانيه دي اللي هي انترنال ستيت، قلت له حطها لي في اول الصفحه، اول في اول صف في اول كولوم، دي في الصفحه السطر الخامس في الكولوم نمره 10، الازرق دي الصف الثاني في الكولوم نمره كذا، في الصفحه اللي بعديها دي هي نفسها، يبقى نفس الاوبجكت واتحطت بالصدفه نفس الرول نفس بالصدفه نفس الرول نفس الكولوم، خلاص مش مشكله. لكن الاحمر شوف دي كان مكانها هنا بقت مكانها هنا، يبقى كل اوبجكت من دول بقى ليها لوكيشن مختلف. الانترنال ست الاربعه زي ما هم، لكن اللوكيشن رول كولوم بقوا في اماكن مختلفه. يبقى انا عملت كريشن ويب بيج دي بالاوبجكت الرسم ده، وعملت ويب بيج ثانيه صفحه ثانيه اوبجكت مختلفه ثانيه ويب بيج ثالثه، دي الابلكيشن بتاعتي. انت عملت الابلكيشن بتاعتك، عندك اوبجكت مختلفين عن دول، هتكرييت شكل الاوبجكت الجداد وتحط لهم الانترنال ستيت بتاعتهم، وما تيجي تعمل كرييتنج للبيجز تشوف كل الاوبجكت دول هيتحط فين بالظبط، هتكرييت الاكسترنال ستيت بتاعتهم. تمام يا شباب، نرجع للصفحات اللي احنا ايه طنشناها دي، نعيدها من جديد، مش قاعده جديد ولا حاجه اهي. يبقى ده الكلاينت بيطلب اوبجكت معين، يروح للفايل يقول له نفذ هذه الاوبريشن، بيكرييت الاوبجكت لو هي جديده كرييت جديده بالانترنال ستيت، ولازم يبقى في اوبريشن الاكسترنال ستيت. وبعد كده ممكن بعد كده لو هي نفس الاوبجكت ده زي ما قلت لك انا المستطيل الاخضر موجود في الويب بيتش الاولانيه بالانترنال ستيت والاكسترنال ستيت، هي نفسها عايزاها تاني في نفس المكان، يبقى هي اوبجكت زي ما هو موجود نفس الست بتاعته بالانترنال والاكسترنال بستخدمها مره ثانيه.
او باخد الانترنال زي ما هي. طبعا لازم تبقى انترنال واغير الاكسترنال بتاعتي. يبقى دي ما بعملها كريت اول مره ودي ما بعملها شيرنج بعد كده واتعامل معاها. دي البارتيسيبيشن دي اللي قلناها. يبقى امتى الابلكيشن بستفاد؟ امتى بستخدم الطريقه دي؟ لو انا عندي لارج نمبر اوف اوبجكتس والكرييشن او الاستورج بتاعتهم بتكون عاليه بياخد في الميموري والميموري بتاعتي مش مكفيه ويبقى في عندي عايز اعمل شيرنج ليهم بيبقى في معظم الاوبجكت ستيت ممكن يبقى ليها اكسترنال اتريبيوتس وليها انترنال اتريبيوتس فانا بعملها كرييشن الاول بالانترنال بعد كده بضيف ليها الاكسترنال واقدر اعمل شيرنج او اعمل ريبليسنج للاوبجكت اللي انا بتعامل معاه. لو سيرتن اوبجكت ما بقتش استخدمه تاني يبقى انا ممكن قوي ادستروي ات بس مش هغير الانترنال بتاعه هغير الاكسترنال. لو انا عايز اغير الانترنال بتاعه يبقى ايه اوبجكت جديد يبقى انا بديليت الاوبجكت القديم وبكريت اوبجكت جديد بانترنال ستيت جديد. لازم الكرييشن بالانترنال ستيت حتى لو غلطت فيه حاجه بسيطه جدا زي ما قلت لك حرف الار سمول ليتر ولا كابيتال ليتر ده اوبجكت جديد لان هو اوبجكت جديد ده حقيقي ار سمول غير ار كابيتال ار ايتاليك غير بولد مثلا واحده ار لونها كذا لو هي المربعات او المستطيلات لونها اخضر ودي لونها احمر لكن ليهم نفس الطول والمستطيل والطول والعرض مثلا يبقى دي بقت اوبجكت جديد. تمام يا شباب؟ ده الويب هي اللي احنا قلنا عليه دي اوبجكت يعني قلنا كاركتر مثال ودي الاوبجكت اللي هي رسومات مثال تاني في ويب بيج وده شكل كلاس دياجرام هو نفس التاني بس ده شبه لقيته افضل شويه عشان لما اجي اشرح الكلاس دياجرام اهو زي ما انتم شايفين لو الاوبجكت اول مره لازم اعمل كرييت لو 10 مرات بعد كده بستخدمهم استخدم شير فاول مره وتاني مره وتالت مره وعشر مره لازم ابعت الاوبريشن وذ اكسترنال اتريبيوتس. امال الانترنال تبقى في الكريب بس اول مره في الانترنال بس بعد كده وفي كل دول الانترنال ما بتتغيرش. عايز تغير الانترنال يبقى انت بتكريت اوبجكت جديد بتستروي القديم او بتخليها زي ما هي وبتكريت اوبجكت جديد بانترنال جديد. تمام؟ ده شرح السيكونس ديجرام. اوكي شكرا. هنا بيقول لك ممكن اول اكسترنال ادوت دي تكون في الران في الران تايم دايناميك يعني مش شرط انا بكريت الاوبجكت في الاول انترنال لكن في الران تايم لان انا لما اجي اديسبلاي الصفحه دي بعملها ديسبلاي في الران تايم فبالتالي بقول لك حرف سي ده في اول سطر ليه؟ لان انا لما جيت اعمل ديسبلاي كان في اول سطر في الكولوم الاولاني فمعظم الاكسترنال اوبريشن او اتريبيوت بتكون في الران تايم كوست او بتعمل معاها. هنا الاستورج هنا بعمله سيفنج ليه؟ لان قلت لك عندي بروج اوبجكت كتير قوي وبخزنه كنت الاول بخزنه في الميموري فانا وفرت الميموري بس لازم اشوف هل انا التوفير ده كان في المقابل عدد الانسس اللي انا بستخدمها اللي بعملها شيرنج كان عدد كافي يعني ما انا السيفنج ده بيكون امتى؟ ان انا مثلا سي اقول لك ايه؟ انا قلت في الحروف مثلا الانجليش 52 كاركتر مثلا او حاجه العربي لان يعني مثلا نفترض ايه انا مش عارف ايه مثلا اللغه الصينيه ساي مثلا او اليابانيه انا اعرف انا ما اعرفش صيني ولا ياباني بس بنتي كانت بتحكي لي تقول لي نفس هي رسومات ونفس الرسمه لو اتعملت مش عارفه رسمه ايه تاني مختلفه بحرف جديد ونفس الرسمه ضفنا مش عارفه ليها حرف جديد فممكن قوي الكرييشن بتاع الكاركتر دوت بيزود لي الكونتنت بتاع الميموري بالزياده فيبقى ده اصلا ملهاش اي لازمه يبقى الفايل ويت دي ملهاش اي لازمه. انا الاستورج سيفنج بمعنى ان انا قد ايه بعمل ريدكشن لكلمات. الصفحه دي فيها 250 كلمه حرف بس عشان متشابهين كتير اقصى حاجه انا هعمل كرييشن ل 250 حرف يبقى في ريدكشن. لكن في حاجات زي كده بعض اللغات او بعض الكلمات او بعض الحاجات مثلا عندي رسومات كتيره قوي فبالتالي رسومات باشكال مختلفه كتير فانا لما عملت كرييشن للفلاي ويت اوريدي زودت لي السايز اللي في الميموري مش قللها يبقى ما عملهاش معاها. يبقى انا بعمل فلاي ويت امتى؟ لما يكون عندي اوبجكت كتيره صحيح لكن لما بستخدم الفلاي ويت بعمل شيرنج للاوبجكت دي عدد الاوبجكت بتبقى موجوده عندي في الاستورج بتكون قليله فانا بوفر الاستورج فبالتالي حسنت البرفورمانس وبقى في فايده باستخدام الفلاي ويت. اذروايز لا انا مش هستخدمها بقى استخدم حاجه ثانيه.
برضو قد ايه اتريبيوتس في الستيت. ما احنا قلنا ايه الانترنال اتريبيوت، انا قلت لكم ثلاثه افرض مثلا الانترنال ستيت 10 اتريبيوتس، يبقى انا الاوبجكت انا مش عايزه اصغره واقلل فيه، الاقي ان الاتريبيوت الانترنال فيه 10 والساس بتاعها كبير جدا، يبقى انا ما عملتش حاجه. يبقى برضو الاستورج بالنسبه لي هيكون كبير، يبقى انا ما اتعاملتش بتعامل معاه. ايه بقى الفروق بين الزامبتنس المختلفه؟ الفلاي ويت زي ما اقول لك بيبقى عنده اوبجكت كتير قوي صغيره، لكن الفساد عنده سب سيستم كتيره كومبلكس، لكن بيعمل ايه يونيك انترفيس بيتعامل معاه. لو الفلاي ويت الاوبجكت بالنسبه لي سمبل كنبيها، لو اوبجكت كومبلكس يبقى انا الجزء الكومبلكس ده ممكن استخدمه كومبوست باتن، دي هنقول المره الجايه ان الكومبوست باتن بيكرييت اوبجكت كومبلكس اوبجكت، فبالتالي ممكن الفلاي ويت بيتعامل مع الكومبوست باتن. دي نفس الحكايه، بيحدد بالظبط هل ممكن الاوبجكت بالنسبه لي ده ممكن تعمل له شيرنج ولا لا. لو في عندي ابلكيشن بكريت الاوبجكت ومش محتاجه اعملها شيرنج ملهاش اي لازمه، يبقى انا ما وفرتش في ايه في الميموري بتاعي. لكن لو انا عندي اوبجكت معينه زي التكست مثلا اديتور، لان في حروف كتير قوي بيعملها شيرنج، او رسمه في الويب بيج يعني في مثلا في الويب بيج ما فيش غير رسمه واحده بس اللي بتبقى دايما موجوده في الهيدر سي، مش يبقى مش محتاج اعمل فلاي ويت، لان هو رسمه واحده مش عاملاها غير شير مره واحده، مش هتوفر لي في الميموري. فلازم يبقى اشوف التوفير بيكون عندي في كم، هل فعلا في شيرنج ولا لا، الاوبجكت بتاع الانترنال ستيت بتاعته ادوات قليله ولا كتيره، بتستخدم كتير في الابلكيشن ولا لا، دي كلها فاكتور بتقول لي انا استخدم فلاي ويت ولا مفيش داعي لاستخدامه ملوش معنى. اتفضل. كرييت لازم احط لها انترنال ستيت، لازم الكرييت لازم انترنال ستيت، انتهى الموضوع. لكن هي عاملاها كرييت بانترنال ستيت ومش محتاجين نعملها شيرنج بعد كده، طب ليه انا اعملها بالفلاي ويت؟ ما نعمل باي طريقه، اعمل اي نوع من انواع الكرييشن زي ما زميلك قال سينكول مثلا، او اي نوع من انواع فاكتور ميس، اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها في الكرييشن بتاع الاوبجكت. اوبجكت بول ما كانت بتتحط وبنعملها ريوز وكل حاجه، ليه؟ لان ما كانش ليها اكسترنال بتتغير. يعني الاوبجكت بول عبء الفرق بينها وبين ايه؟ الاوبجكت بول انها فاكريشن الاوبجكت باتريبيوتس معينه وخلاص، تستخدمها ريوز بتاعتها تاني، لكن ما اقدرش احط لها اتريبيوت تانيه بتتغير، لان لو في اتريبيوت تانيه بتتغير لا يبقى في سيكونس تاني لازم يتعمل، لازم في تكنيك تاني احطه زي ما قلنا المره اللي فاتت وورنينج مثلا للناس اللي خلي بالك الاوبجكت ده حصل فيه تغيير. تمام؟ لكن هنا ده لا، انا متاكده ان في اتريبيوت بتتغير. لان بعمل شيرنج ليها في اماكن مختلفه او في واتس ايفر الابلكيشن اللي انا بتعامل معاه. الستورج عموما الستورج عموما، بس الميموري في الغالب دلوقتي. في الران تايم احنا ما قلناش في الميموري، ما كانش يفرق معايا في الميموري. في الران تايم احنا ممكن كنا قلناها ان لو انت عندك سب كلاسز كتير قوي فدي باد ديزاين، لكن انا ما كانش يهمني في الديكوريتورز الميموري، يهمني ليه في الميموري الران تايم؟ ان نوع انواع ديكوريتورز كتيره مثلا بتنفذ عليها فانكشن، ما انا قلت لك لو هي سمبل فانكشن ممكن تتعمل بالديكوريتور، اللي هي كومبلكس فانكشن يبقى ساعتها ممكن تحتاج ميموري كبيره، محتاج وقت طويل، يبقى مش هستخدم الطريقه دي واستخدم حاجه اسمها ستراتيجي. احنا قلنا في الديكوريتور، قلنا لو الديكوريتور دي الفانكشن بتاعتها سيمبل بنسميها لايت ويت، لايت ويت بروسيس انتوا خدتوها في الاوبريتنج سيستم، يعني بروسيس صغيره الفانكشن بتاعتها بسيطه، فممكن اتعامل معاها في الميموري ومع الاوبريتنج سيستم مع كل حاجه، فيبقى خلاص في الران تايم مش هيعمل لي مشكله، مش هياخد لي وقت طويل، مش هيكسكيوت ميموري كبيره. لكن لو هي هيفي ويت بروسيس لا، يبقى الطريقه دي ما تدفعنيش، هضطر استخدم نوع تاني من انواع التكنيكس. تمام يا شباب؟ طب انا عشان بس تبقوا زي الناس كلها انا ما تدلهمش حاجه تانية، فخلاص خلينا المره الجايه ناخد الداتا الباقيين ونبقى كده مخلصين ستراكشر ديزاين داتا. ايه؟ دي اخر واحده ولا الثانيه دي؟ الثالثه فلاي ويت اكسبلين وين اند هاو ستيت اوبجكت دي؟
فلاويد از اوفن كومبايند ويز كومبوزيت بالمنشرد ليف نودز. يعني بقول لك انا ايه، انا دي قلت لك الكومبوز لسه ما عملناهاش، بس احنا في الكومبوز بيبقى في عندي ايه زي ديكوريتور كده، في عندي ليف وبحط عليها اوبريشن مختلفه عشان تبقى كومبلكس اوبجكت او تري اوف اوبجكتس. فانا لو الفلاي ويد ده الاوبجكت اللي بيعمله كرييشن عايزها من النوعيه دي اللي هي تري اوف اوبجكتس، ممكن يستخدم الكومبوزيت عشان كرييت ات. فدي التعاون بين الايه ديزاين باترنز بينهم ببعض، ان ممكن واحد من الديزاين باترن يستخدم ديزاين باترنز ثاني.